السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي في كل مكان، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. ومعاكم سنوها الجندي من قناة فلاش التعليمية، ومعادي النهاردة مع أصدقائي طلبة الصف الأول الابتدائي، ومنهجنا الجميل قوي الشيق جدا منهج اكتشف. واحنا يا أصدقائي لسه مكملين مع بعض في المحور الثالث بعنوان كيف يعمل العالم، وهنبتدي النهاردة في الفصل الثاني بعنوان كيفية القيام بالأعمال. في الفصل ده يا أصدقائي احنا هندرس أنواع المحلات والمتاجر والبضائع، إحنا بنشتريها منين وكيفية تصنيع البضائع، والمتاجر دي بتبيع إيه. طيب يا أصدقائي عاوزين نتعرف الأول يعني إيه كلمة بضائع. البضائع يا أصدقائي هي الحاجات التي يمكن أن نشتريها أو المنتجات اللي إحنا عاوزينها أو محتاجينها. وإحنا خدنا قبل كده الفرق بين الرغبة والحاجة، فمثلا أنا محتاج آكل، يعني أي أكل هيشبعني، فدي بيبقى اسمها إيه؟ بيبقى اسمها حاجة. بس في حاجة تانية، انا نفسي في الهامبرجر او عاوزة همبرجر، فدي رفاهية وعندي حرية الاختيار. سواء انا عاوزة حاجة او محتاجة حاجة انا بجيبها منين؟ بجيبها من المحلات. فاي حاجة بجيبها سواء انا عاوزاها او محتاجاها فدي بتسمى بضائع او سلعة. ودلوقتي يا اصدقائي احنا عاوزين نفتكر مع بعض انواع المتاجر. واحنا خدنا قبل كده في الفصل اللي فات في صفحة رقم 9 المتاجر والاسواق، وخدنا متجر البقالة، وخدنا الصيدلية، وخدنا مكتبة لبيع الكتب، وخدنا السوق. ويلا يا أصدقائي مين هيفتكر معايا متجر البقالة يا ترى كان بيبيع ايه؟ شاطرين، برافو عليكم، كان بيبيع الزيت والسكر والبيض والأرز والملح والشاي. طيب يا أصحابي الصيدلية كانت بتبيع ايه؟ كانت بتبيع الدواء وأدوات النظافة الشخصية. والمكتبة مين هيقولي؟ شاطرين، كانت بتبيع الكتب والادوات المدرسيه. شاطرين كلكم، برافو عليكم. ويلا يا اصدقائي ده ميعاد درسنا النهارده، وهنفتح الكتاب على صفحه رقم 33 ونبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس بعنوان المشروعات التجاريه في المجتمع. اول حاجه عاوزين نعرفها يا اصدقائي ان المشروعات التجاريه دي بتنقسم الى جزئين. اول جزء بيقوم ببيع البضائع او المنتجات وتسمى سلعه، وتاني جزء بيقدم لنا خدمات، والخدمات دي بتبقى عبارة عن حاجة واحد بيعملها لواحد تاني او خدمة حد بيعملها لحد تاني، ما بتبقاش حاجة بنشتريها، يعني شيء غير مادي ما نقدرش نمسكه بايدينا. ودلوقتي يا اصدقائي تعالوا ناخد امثلة على الكلام اللي احنا قلناه ده. فقدامنا صور كتير هنتعرف عليها ونبتدي نشوف فيها ايه. اول حاجة عندنا المكتبة. يا ترى يا اصحابي انتوا شايفين ايه في المكتبة؟ هنقول احنا شايفين كتب وكراسات، يعني هو بيبيع الكتب. الكتب دي حاجة احنا بنقدر نمسكها بايدينا ولا لا؟ طبعا بنقدر نمسكها بايدينا ونقرا فيها. اذا المكان ده بيقدم ايه؟ بيقدم سلعة او منتج. طيب تاني حاجة معانا المطعم. المطعم ده بيعمل ايه؟ المطعم ده بيعد الطعام او بيحضر الطعام ويطبخه ويقدمه. طيب يا اصدقائي المكان ده بيقدم سلعة ولا بيقدم خدمة؟ اول حاجة هو بيعد الطعام. اعداد الطعام دوت سلعة ولا خدمة؟ لا دي خدمة هو بيعملها لنا. تاني حاجة بيقدم الطعام. الطعام دوت سلعة ولا خدمة؟ لا بيقدم لنا الطعام، دي خدمة هو بيعملها لنا. تالت حاجة احنا ممكن نشتري منه الطعام دوت وبنديله فلوس وبناخد الطعام نمسكه وناكله. طبعا يبقى دي اسمها ايه؟ يبقى اسمها سلعة، يعني احنا بنشتري سلعة منه وبنمسكها في ايدينا، حاجة ملموسة. تالت حاجة معانا محل الحلاقة. الحلاق بيعمل ايه يا شاطرين؟ الحلاق بيقص لنا شعرنا، بيقص شعر الاولاد والرجاله وبيروحوا يحلقوا عنده، يعني كده هو بيقدم لنا خدمه ومش بنشتري منه حاجه نمسكها بايدينا. صح ولا مش صح؟ صح، برافو عليكم، يعني الحلاق بيقدم لنا خدمه. رابع حاجه معانا متجر البقاله. زي ما انتوا شايفين يا اصدقائي احنا بنشتري من عنده ايه؟ السكر والزيت والمسحوق، ودي بطاطس وكوسه واي منتجات او اي سلعه احنا بنمسكها بايدينا. اذا المكان دوت بيقدم ايه؟ بيقدم سلع احنا بندفع فلوس وناخدها معانا واحنا ماشيين. خامس حاجه معانا الفندق. الفندق ده يا اصدقاء بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن مجموعه غرف. اي حد مسافر او اي حد رايح يتفسح وما عندوش مكان يقعد فيه فبيروح الفندق ياخد فيه غرفه يقعد فيها. يا ترى بقى وهو ماشي بيقدر ياخد معاه الغرفه دي ولا بيسيب الغرفه ويمشي؟ لا طبعا هو بيقدرش ياخد معاه الغرفه ديت، هو قاعد اخد خدمه في الفندق. يبقى كده يا اصدقائي الفندق بيقدم لنا ايه؟ بيقدم لنا خدمه. شاطرين، برافو عليكم، برافو برافو. واخر حاجه معانا هو متجر الهدايا التذكاريه، اللي هو غالبا بيكون موجود في معظم الاماكن السياحيه، وما بنروح نتفسح فيها بنلاقيه بيبيع تحف وهدايا وكروت وتماثيل، وكل الحاجات ديت احنا نقدر نمسكها ونلمسها بايدينا،
اذا متجر الهدايا التذكاريه دوت يا اصدقائي بيقدم منتج ولا سلعه ولا خدمه؟ بيقدم لنا منتج او سلعه. شاطرين، برافو عليكم. وهنا يا اصدقائي بيقول لنا قم بقص كل مشروع، يعني عاوزنا نقص الصور الموجوده في الصفحه. خلاص يا اصحابي نروح للصفحه اللي بعد كده وهي صفحه فاضيه. فهو يا اصدقائي في الصفحه الفاضيه دي عاوزنا نعمل ايه؟ عاوزنا نجيب الصور اللي احنا قصناها في الصفحه اللي فاتت ونعمل جدول زي دوت ونلزق فيه الصور اللي احنا قصناها. الجدول ده يا اصدقائي مكتوب فيه ايه؟ اول مكان، اول حاجه موجوده عندنا اماكن تقدم بضائع، تاني حاجه اماكن تقدم خدمات، تالت خانه موجوده عندنا مكتوب فيها كلاهما. اول خانه هنحط فيها ايه؟ احنا قلنا ايه الاماكن اللي بتقدم بضائع، ايه الاماكن اللي احنا بتقدم اللي احنا بنروح نشتري منها حاجات نمسكها في ايدينا وناخدها واحنا ماشيين؟ المكتبه، متجر البقاله، محل الهدايا. برافو عليكم. تاني حاجه اماكن تقدم خدمات، زي ما شفنا ايه الاماكن اللي احنا بنروح ناخد فيها خدمه وما ناخدش معانا حاجه واحنا ماشيين، احنا بناخد خدمتنا هناك ونمشي بنستفيد بالوقت اللي احنا قاعدينه هناك وخلاص. شاطرين، برافو عليكم. قلنا محل الحلاقه والفندق. تالت حاجه كلاهما، هنكتب ايه في كلاهما او هنحط صوره ايه؟ هنحط صوره المطعم. احنا قلنا بنروح المطعم بناخد خدمه ان الطاهي او الشيف اللي موجود هناك بيجيب الاكل ويحضره، تاني حاجه بيقدمه، وفي حاجه تاني احنا بنشتريها اللي هي الطعام. احنا بنمسك الطعام نمسكه وناكله بايدينا وبقنا، يعني حاجه محسوسه وملموسه، وفي الاخر بندفع الفلوس. يبقى احنا رحنا المطعم خدنا ايه؟ خدنا خدمه وخدنا بضاعه او منتج. يبقى في كلاهما هنحط صوره ايه؟ هنحط صوره المطعم. برافو عليكم يا اصدقائي. ونوصل للصفحه اللي بعد كده رقم 35 وهي بعنوان المنتجات والخدمات، وبيقول لنا ايه؟ ارسم متجرا يبيع المنتجات واخر يقدم خدمه ثم اكمل الجمل. اول مستطيل يا اصحابي انا هرسم مثلا متجر البقاله، يعني هرسم محل وفيه علب سكر وعلب زيت ورز وصابون وشاي ومسحوق مثلا، وهنكتب تحت ايه؟ ان متجر البقاله يبيع منتجات مثل، اكتب في السطر اللي بعده ارز زيت سكر صابون شاي. خلاص يا اصدقائي معايا. والمستطيل اللي بعد كده هنرسم فيه مثلا محل الحلاقه، يعني هنرسم عمه وهو ماسك المقص وبيقص شعرنا وبيحلق دقن بابا، وهنكتب تحت ايه؟ ان محل الحلاقه يقدم خدمه. هنكتب تحت اللي هي ايه؟ قص الشعر. صح يا اصدقائي؟ صح. وانا عاوزاكم يا اصدقائي تبصوا حواليكم في الشوارع وانتوا ماشيين وتقعدوا تفكروا في كل محل بيقدم ايه وبيعمل ايه، ويا ترى المحل دوت بيقدم خدمه ولا سلعه، وانتوا ممكن تقدموا اي حلول تانيه انتوا عاوزينها. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا الدرس الاول في الفصل الثاني. ونوصل يا اصدقائي للدرس رقم 2 صفحه 36 وهو بعنوان في العمل. طبعا يا حبايبي احنا عارفين ان كل وظيفه او كل عمل ليه ناس مخصصه بتعمل العمل دوت او بتؤدي الوظيفه ديت، وكل وظيفة محتاجة أداة معينة بيتعمل بيها الشغل أو بتساعدنا في أداء العمل المطلوب مننا. يعني مثلا إحنا قلنا إن عمو الحلاق بيستخدم المقص، فهو لازم يستخدم المقص عشان يقص بيه شعرنا، ومن غير المقص مش هيعرف يقص شعرنا. يبقى المقص دوت أداة مهمة جدا جدا هو محتاجها عشان يعرف يعمل شغله. فهنا مطلوب مننا يا أصدقائي إن المدرس أو ماما أو بابا يقعدوا معانا ويقروا الدرس أو الفقرات الموجودة تحت كل صورة أو جنب كل صورة، وكل ما يقابلك مكان للعمل هنعمل عليه أو نحط تحتيه خط باللون الأزرق، طبعا يكون معانا الألوان بتاعتنا. وكل ما يقابلنا مهنة أو وظيفة هنحط تحتيها خط باللون الأخضر. وكل ما يقابلنا أداة أو وسيلة تساعد صاحب العمل في أداء عمله أو إتمام وظيفته هنحط تحتيها خط باللون البرتقالي أو الأورنج. فهنقرأ يا أصدقاء الدرس مع بعض في العمل. اقرأ النص التالي: ضع خطا أسفل المكان باللون الأزرق، ضع خطا أسفل الوظيفة باللون الأخضر، ضع خطا أسفل الأدوات باللون البرتقالي. أول صورة يا حبايبي إحنا شايفين بنوتة جميلة هيت قدامها طبق فيه لحمة مفرومة أو لحمة مقطعة قطع صغيرة، وقدامها ميزان، ونشوف مكتوب قدامها إيه: هذا محل بيع اللحوم، حيث يعمل الجزار. يقوم الجزار بتقطيع اللحوم باستخدام سكينة، يستخدم الجزار ميزانا لوزن اللحوم. طيب يا حبايبي اول حاجه المكان بيقول لنا اعمله باللون الازرق، نجيب اللون الازرق. فين المكان هنا يا اصدقائي؟
محل بيع اللحوم، هنحط تحتها خط بالأزرق عشان ده مكان حيث يعمل الجزار. الجزار دوت ايه؟ اسم الوظيفة. هنحط تحتها خط بالأخضر، يقوم الجزار بتقطيع اللحوم باستخدام سكينة. يبقى هنحط ايه تحتها؟ ايه؟ بالبرتقالي. شاطرين. نحط تحت السكينة دي أداة هو بيستخدمها، نحط تحتها بخط باللون البرتقالي. يستخدم الجزار ميزانا لوزن اللحوم. يبقى الجزار بيستخدم ايه تاني؟ الادوات اللي بيستخدمها ميزان. يبقى نحط تحت كلمة ميزان ايه؟ خط برتقالي. برافو عليكم. تاني صورة معانا، البنوتة الجميلة ديت ماسكة فلوس كتير وقاعدة بتعد فيها، يا ترى دي شغالة ايه؟ نقرأ مع بعض. هذا بنك. يبقى المكان هي شغالة فين؟ شغالة في بنك. يبقى هنحط خط باللون الأزرق تحت كلمة بنك. طب هي اسمها ايه بقى؟ يعمل الصراف في البنك. يبقى هي اسمها الصراف، نحط خط باللون الأخضر. يقوم الصراف بحساب النقود باستخدام آلة حاسبة. يبقى نحط ايه؟ آلة حاسبة. بتستخدم الآلة الحاسبة هيت، نحط تحتها خط باللون البرتقالي. يكتب الصراف المبالغ النقدية داخل الكمبيوتر. يبقى هو بيستخدم ايه تاني؟ بيستخدم الكمبيوتر، نحط برضو تحتها خط برتقالي. شاطرين. ونشوف الصورة اللي بعدها، احنا شايفين ايه؟ اه ده شبه الشيف شربيني، لابس طاقية ولابس هدوم الشيف وقاعد بيعجن العجين. نشوف قدامه مكتوب ايه؟ هذا مخبز. يبقى المكان اللي هو شغال فيه اسمه ايه؟ اسمه مخبز. هنحط تحتيها خط باللون الازرق. وعمه دوت اسمه ايه؟ اسمه الخباز. الخباز يعمل في المخبز. يبقى هو نحط تحت كلمة الخباز ايه؟ خط باللون الاخضر. شاطرين. يستخدم الخباز خلاطا لخلط المكونات. يبقى عمه ده بيستخدم ايه بقى؟ بيستخدم الخلاط. نبقى نحط تحت الخلاط لون اورنج. يضع الخباز الخبز في الفرن لتسويته. هل يا ترى الخباز ده هيعرف يطلع لنا عيش لو مش هيحطه في الفرن؟ لا طبعا، يبقى الفرن دوت أداة مهمة جدا هو بيستخدمها. يبقى نحط تحتها خط بالأورنج. شاطرين. وآخر صورة معانا، شوف فيها صديقنا ماسك عربية وبيصلحها. نشوف المكان دوت عبارة عن ايه؟ هذه ورشة السيارات. يبقى المكان دوت اسمه ايه؟ ورشة السيارات، نلونه باللون الأزرق. عمو دوت اسمه ايه؟ يعمل ميكانيكي. يبقى عمو اللي شغال في ورشة السيارات اسمه ايه؟ اسمه الميكانيكي، نحط تحت كلمة الميكانيكي باللون الأخضر. في ورشة السيارات يقوم الميكانيكي بتغيير إطارات السيارات باستخدام مفتاح فك وتركيب. يبقى هو بيستخدم ايه في شغله؟ الحاجة اللي لو مش معاه مش هيعرف يقوم بوظيفته. أول حاجة مفتاح فك وتركيب، نحط تحتها خط بالأورنج. وبيعمل ايه تاني؟ يستخدم الميكانيكي قمعة لتغيير الزيت. يبقى هو لازم يبقى معاه قمع، يبقى نحط تحت ايه؟ خط بالأورنج. وبكده أصدقائي بعد ما خلصنا شرح الصفحة ديت، احنا ممكن نقدر نكون جملة بنفسنا عن طريق ان احنا نعمل جدول زي الجدول اللي عملناه قبل كده. والجدول ده يا أصدقائي هيساعدنا ان احنا نعرف نكون جملة كويسة. وهنكتب في أول خانة في الجدول الوظيفة، تاني خانة الأداة، تالت خانة المهمة، رابع خانة المكان. ونلخص الصفحة اللي فاتت، أول وظيفة كانت معانا إيه يا أصدقائي؟ كانت معانا الجزار. الجزار بيستخدم إيه؟ بيستخدم السكين. المهمة اللي هو بيعملها بالسكينة إيه؟ تقطيع اللحم. المكان اللي بيشتغل فيه اسمه إيه؟ اسمه محل الجزارة. يبقى كده إحنا ممكن نقدر نكون جملة عبارة عن إيه؟ الجزار يستخدم السكين لتقطيع اللحم في محل الجزارة. إحنا كده يا أصدقائي قدرنا نكون جملة مفيدة. تاني حاجة معانا ايه؟ كانت البنوتة الحلوة الجميلة اسمها ايه الوظيفة بتاعتها؟ الصراف. كانت بتستخدم ايه؟ كانت بتستخدم الآلة الحاسبة والكمبيوتر. يعني نكتب الآلة الحاسبة والكمبيوتر تحت الخانة المكتوب فيها ايه؟ مكتوب فيها الأداة. المهمة بتاعتها كانت بتعمل ايه؟ حساب النقود في البنك. يبقى المهمة نكتب تحتها كلمة حساب النقود. مكان العمل اللي كانت بتشتغل فيه البنك. يبقى احنا كده قدرنا نكون جملة. يبقى ايه؟ الصراف يستخدم الآلة الحاسبة والكمبيوتر لحساب النقود في البنك. شاطرين يا أصدقائي، برافو عليكم. تالت حاجة كانت معانا عمو الخباز. يبقى نكتب في الوظيفة الخباز. الأداة اللي كان بيستخدمها الخلاط. وكان بيستخدم ايه تاني؟ الفرن. المهمة اللي كان بيعملها خلط مكونات العجين. المكان اللي هو شغال فيه ايه؟
اسمه المخبز. يبقى الجملة اللي احنا هنكونها: الخباز يستخدم الخلاط لخلط مكونات العجين في المخبز. برافو عليكم يا أصدقائي. آخر حاجة معانا صديقنا الميكانيكي. يبقى وظيفته ايه؟ وظيفته الميكانيكي الأداة كان بيستخدمها، كان بيستخدم مفتاح اسمه مفتاح فك وتركيب. المهمة اللي كان بيعملها ايه، او ايه الشغلانة اللي كان بيعملها بالمفتاح دوت؟ بيستخدمه لتغيير إطارات السيارات. يطيب هو كان بيغير إطارات السيارات فين؟ في ورشة السيارات. بعد ما كملنا الجدول نقدر نكون جملة مفيدة، وهي: الميكانيكي يستخدم مفتاح فك وتركيب لتغيير إطار السيارات في ورشة السيارات. وبكده يا أصدقائي نكون خلصنا الدرس الثاني، ونوصل للدرس الثالث يا أصحابي في صفحة رقم 37 بعنوان صور غير مرتبة. طبعا يا حبايبي احنا تعلمنا ان المشروعات التجارية تحتاج الى ايه؟ اول حاجة مهام عشان تبقى موجودة، تاني حاجة مكان بيتم فيه المشروع التجاري، تالت حاجة ادوات تتناسب مع المشروع التجاري عشان يكمل. فالمفروض هنا يا اصدقائي هنوصل كل مشروع تجاري ببعضه، فكل مكان بتاع المشروع التجاري او المكان اللي بيتباع فيه سلعة معينة او بيقدم خدمة معينة هنوصله بالوظيفة المناسبة ليه والادوات اللي صاحب الوظيفة دي بيستخدمها. فصديقنا اللي في الكتاب ملخبط لنا المشاريع مع الاشخاص مع الاماكن، ومفروض علينا ان احنا نعيد ترتيبهم. فهنجيب يا اصحابي اقلام التلوين بتاعتنا ونلون كل مشروع بلون مختلف. فالمفروض هنا يا اصدقاء اول وظيفة معانا البنوتة الحلوة الجميلة ام شعر كيرلي ديت، واقفة وقدامها فلوس كتير قاعدة بتعد فيها. فيا ترى البنوتة دي هنكون بتشتغل فين؟ الفلوس دي كلها طبعا هتكون موجودة فين؟ نشوف كده الصور. هتكون بتشتغل فين؟ اكيد في البنك. ندور على صورة البنك، هنلاقيها اخر صورة معانا، يبقى نوصلها بصورة البنك. طيب البنوتة مشعر كيرلي ديت بتستخدم ايه في شغلها؟ تعالوا نشوف الادوات اللي قدامنا. ترى بتستخدم ميزان ولا سكينة ولا خلاط ولا فرن ولا آلة حاسبة ولا مفتاح؟ اكيد طبعا هي بتستخدم الآلة الحاسبة، يبقى نوصلها بالآلة الحاسبة. تاني صورة معانا عمو الجميل دوت اللي ماسك رغيف عيش جميل قوي. عمو دوت يا ترى بيشتغل ايه؟ شاطرين برافو عليكم، بيشتغل خباز، يبقى نوصله بالخباز. طيب عمو الخباز دوت بيستخدم ايه؟ بيستخدم الميزان ولا السكينة ولا المكسر ولا الفرن؟ احنا عرفنا ان هو بيستخدم الخلاط وبيستخدم الفرن، نوصله بالخلاط ونوصله بالفرن. تالت صورة معانا البنوتة الجميلة ديت لابسة لبس ميل، لبس الجزار، يبقى بتشتغل فين؟ بتشتغل اكيد في المكان اللي متعلق فيه لحمة، اللي هو ايه؟ محل الجزارة، نوصلها بمحل الجزارة. طيب ايه الادوات اللي بتستخدمها زي ما احنا اتعلمنا؟ شاطرين برافو عليكو، عرفنا ان هي بتستخدم السكينة وبتستخدم الميزان عشان توزن اللحمة، يبقى هنوصلها بالميزان. برافو عليكم. اخر حاجة معانا صاحبنا الكيوتي دوت اللي لابس بدلة زرقاء. صاحبنا دوت بيشتغل فين؟ احنا شايفينه شبه صاحبنا اللي كان في الصورة اللي فاتت. بيشتغل فين؟ بيشتغل في ورشة السيارات، يبقى نوصله باخر صورة معانا ما توصلتش، ليه ورشة السيارات. احنا عرفنا ان هو بيستخدم ايه؟ بيستخدم مفتاح الفك والتركيب، يبقى نوصله كمان بمفتاح الفك والتركيب. برافو عليكم يا اصدقائي، كلكم شاطرين شاطرين شاطرين. وبكده يا اصحابي نكون اتعلمنا معلومه مهمه جدا، ان ما ينفعش مثلا الجزار يشتغل في البنك. ليه؟ لان الجزار محتاج ادوات معينه خاصه بيه مختلفه مش هيلاقيها في البنك، وبالتالي هو مش هيقدر يقوم بالوظيفه المطلوبه منه. صح ولا مش صح؟ صح، برافو عليكم. وبكده نكون خلصنا الصفحة ديت، ونروح للصفحة اللي بعدها رقم 38، وهي بعنوان المشروعات التجارية في مجتمعي. والمفروض هنا يا أصدقائي إن احنا بنبص حوالينا كويس في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء كانت المدينة أو القرية أو الحي حتى اللي أنا موجود فيه، ونختار مشروع تجاري معين وأبتدي أفكر فيه، وأفكر في مقومات هذا المشروع زي ما احنا تعلمنا. فمثلا انا في الشارع بتاعي في مستشفى، يا ترى المستشفى ديت مين اللي شغال فيها؟ طبعا شغال فيها الدكتور والممرضه. طيب الدكتور والممرضه دول بيستخدموا ايه في شغلهم؟ الدكتور بيستخدم السماعه والترمومتر
والممرضة بتستخدم الضمادة والحقن. وانتوا يا اصدقائي ممكن تختاروا اي مشروع يعجبكم او اي مكان من الاماكن اللي شرحناها قبل كده وتطبقوا عليه الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. فبيقول لنا ايه في الكتاب؟ المشروعات التجارية في مجتمعي، ارسم عملا تجاريا ثم اكمل الجمل لوصف العمل الذي رسمته. اول حاجة عاوزنا نرسم في البوكس الصغنن دوت اللي تحت مشروع تجاري او عمل تجاري او مكان بيقدم خدمة او مكان بيقدم سلعة. فانا مثلا انا اخترت المستشفى، المستشفى دي بتقدم لي ايه؟ بتقدم لي خدمة. فهرسم مستشفى، هرسم مبنى مكتوب عليه كلمة مستشفى، وهرسم جنبه دكتور ماسك سماعة، وهرسم ممرضة بتساعده وهي ماسكة ترمومتر او ماسكة ضمادة او ماسكة حقنة. وبعد كده ارجع اوصف الرسمة اللي انا رسمتها. في مجتمعي يوجد، هنكتب كلمة ايه؟ انا هكتب كلمة مستشفى. يعمل الطبيب والممرضة، هنا هنكتب هنا ايه؟ كلمة طبيب وكلمة ممرضة. السطر اللي بعده انه يستخدم، قلنا الطبيب بيستخدم ايه؟ بيستخدم السماعة والترمومتر، والممرضة بتستخدم ايه؟ بتستخدم الضمادة والحقن. شاطرين يا اصدقائي، برافو عليكم. وبكده يا اصحابي يكون الدرس خلص، وتعلمنا النهاردة معلومات مهمة جدا جدا في حياتنا، وهي ايه؟ ان في مشاريع تجارية كتير عندنا في المجتمع، وكل مشروع ليه المكان الخاص اللي بيتعمل فيه، وكل مشروع للوظائف الخاصة بيه، وكل مشروع للأدوات الخاصة بيه، وكل مشروع بيقدم لنا خدمات أو بضائع أو سلع مختلفة خاصة بيه. وبكده يكون جه ميعاد نهاية حلقتنا النهاردة، وما تنسوش يا أصدقائي الشير 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 ومشاركة الدرس مع باقي أصدقائكم عشان هم كلهم يستفيدوا. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، وخلي مامي تعمل سبسكرايب، واسيبكم الحبايب في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.